القاعدة الفقهية أيها الإخوة من المسائل المهمة التي يحتاجها الفقيه، وبواسطتها يمكن له أن يستنبط الأحكام كما سيأتي معنا بعد قليل. والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يقولون إن الفقيه إذا لم تكن له أصول فإنه يكون مضطربا في اجتهاده، فإنهم يعنون بالأصول القواعد الفقهية، ويعنون بها أيضا الأصول، علم الأصول الذي يستنبط بواسطته الأحكام، إذ علم الأصول يستنبط بواسطته الأحكام من النصوص الشرعية والأدلة المرعية، وعلم قواعد الفقه تستنبط منها الأحكام كما سيمر معنا بعد قليل. إذن علم القواعد الفقهية علم عظيم ومهم، وهو موجود قديما، بل هو منصوص عليه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من القواعد الفقهية منصوص عليها، وباقي القواعد التي لم ينص عليها إنما استنبطها أهل العلم رحمهم الله تعالى من نصوص الوحيين ومن الفروع الفقهية الكثيرة. ولذلك فإن معرفة القواعد مما يضبط اجتهاد الفقيه ويجعله متسقا على طريق واحد ومتفقا على مسلك غير مختلف. والفقهاء عندما يقولون القاعدة الفقهية فإنهم يعرفونها بتعريف مختصر، فيقولون إن القاعدة الفقهية هي جملة مختصرة يندرج تحتها فروع فقهية كثيرة. يقولون إن القاعدة الفقهية هي جملة مختصرة يندرج تحتها فروع فقهية كثيرة. بهذا الحد الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله نعرف أن القاعدة الفقهية تشتمل على أمرين، الله نعرف أن شكلي وآخر موضوعي. فأما الجانب الشكلي فيها أن تكون جملة مختصرة، ولذلك يقولون إن القاعدة عندهم هي ما كانت على هيئة جملة مختصرة، الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، العادة محكمة، فتكون جملة مختصرة. وهذه الجملة المختصرة لها هيئات في صياغتها، فقد تكون أحيانا على هيئة المبتدأ والخبر كالعادة محكمة، وأحيانا تكون على صيغة كلية كأن يأتي في أولها بلفظ كل وجميع، ولها غير ذلك من الصيغ، ويجمع هذه الصيغ جميعا أنها جملة مختصرة. إذن هذا هو الجانب الأول فيها، وهو الجانب الشكلي فيها، أنها تكون على هيئة جملة مختصرة. ومما يتعلق بالجانب الشكلي في القاعدة الفقهية أنه لا بد أن يفرق المرء بين القاعدة وبين الحكم الشرعي، فإن القاعدة في شكلها لا بد أن يندرج تحتها فروع كثيرة، وأما الحكم الشرعي فإنه لا يندرج تحته إلا ما دخل تحت مسماه فقط. ولذلك كثير من ممن يعنى بجمع القواعد الفقهية من كتب أهل العلم يخطئ فيدخل أحكاما شرعية ظانا أنها قواعد فقهية وليست كذلك. الأمر الثاني مما يتعلق في القاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية لها جانب موضوعي، والجانب الموضوعي فيها أن نقول أنه يندرج تحت صياغتها ومعناها فروع فقهية كثيرة، فروع فقهية كثيرة. وعندما نقول إنها فروع فقهية كثيرة يدل على أنها ليست معدودة في القاعدة. فلو أن امرأ مثلا قال أركان الإسلام خمسة، فهذه لا تسمى قاعدة فقهية، لأنه لا يندرج تحتها إلا ما نص فيها وهي الأمور الخمسة. عندما نقول الشروط كذا، عندما نقول أركان فعل كذا عددها كذا، هذه لا تسمى قاعدة، لأنه لا يندرج تحت هذا المذكور إلا ما ذكر فيه مما عد في صياغته. فلا تسمى القاعدة قاعدة إلا أن يندرج تحتها فروع فقهية كثيرة. إذن عرفنا هذين الأمرين. وبعض أهل العلم رحمه الله تعالى
حينما يذكر قاعدة من القواعد فإنه ينصرف معنى القاعدة عنده للجانب الموضوعي دون الجانب الشكلي، فتجد القاعدة عنده طويلة جدا، قد تصل إلى 6 أسطر أو 7 أو 8. وأقرب مثال في ذلك كتاب القواعد لأبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب الدمشقي المتوفى سنة 795 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت إذا قرأت في كتابه القواعد المسمى بتقرير القواعد وجدت أن بعض القواعد فيه تصل إلى صفحة كاملة في صياغة القاعدة نفسها، مما يدل على أن بعض أهل العلم حينما يذكر القاعدة الفقهية يعنى بالجانب الموضوعي فيها من حيث المعنى، وأنه يندرج تحتها فروع فقهية كثيرة، ويهمل الجانب الشكلي وهذا لا ضير فيه. ولكن كون القاعدة مصاغة بألفاظ قليلة وجمل مختصرة لا شك أنه أوقع في النفس وأسهل في الحفظ من أن تكون أطول، فإن الطويلة قد يكون فيها صعوبة في الحفظ أو في استظهار دلالة معانيها. هذا ما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق أيضا بتعريف القاعدة، أنني ذكرت لكم قبل قليل أن القاعدة من صياغتها أنها تكون كلية، فكل وجميع صيغ يؤتى بها في القواعد الفقهية، وهذا شرط فيها من جانب الشكل، فلا يصح أن تكون القاعدة من حيث الصياغة ليست كلية. انتبه معي، يجب أن تكون القاعدة الفقهية من حيث الصياغة كلية، من حيث الصياغة. أما من حيث اندراج الأحكام فيها فقلما توجد قاعدة كلية، بل القواعد الفقهية غالبها إن لم يكن كلها إنما هي قواعد أغلبية. ولذلك فإن من أشهر كتب قواعد الفقهية كتاب الاعتناء للبكري من فقهاء الشافعية، فإنه في كتاب الاعتناء كان يذكر كل قاعدة ويذكر بعدها استثناءات، فيقول هذه القاعدة ثم يذكر بعدها الاستثناءات، ولذلك سمى كتابه الاعتناء في الفروق والاستثناء. ولذلك ما من قاعدة فقهية من القواعد بلا استثناء إلا ولها أمور خارجة عن مناطها، هناك أمور مستثنات منها وخارجة عن المناط الذي دخلت فيه. ولذلك عندما ينظر المرء في كلام ابن السبكي وغيره عندما يتكلمون هل القاعدة تكون كلية أو أغلبية، ملخص القول فيه نقول نعم، هي لا بد أن تكون كلية في صياغتها، ولكن عند التطبيق قلما توجد إلا قلما من باب يعني الفرض الذهني قلما يوجد قاعدة كلية، وإلا فإن أغلب القواعد قواعد أغلبية لا بد أن يكون لها استثناءات. من أقرب مثال لنا وسنذكره بعد قليل قاعدة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر في الصحيح حينما قال إنما الأعمال بالنيات، أخذ منها الفقهاء قاعدة أخرى وهي أن الأمور بالمقاصد. هذه القاعدة من أقوى القواعد لأنها منصوص عليها، ومع ذلك فإن هناك أمورا لا يشترط لها النية، مستثنات لا تشترط لها النية، ذكر الشيخ بعضها وسنزيد عليها بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. إذن عرفنا الآن المسألة الأولى وما يتفرع عن هذه المسألة، وهو ما معنى القاعدة الفقهية، وأن القاعدة الفقهية لها صفتان، صفة شكلية أنها تكون مختصرة، وعرفنا صياغتها أنها لا بد أن تكون كلية، وعرفنا بعض ألفاظ الكليات، وأن هذا الشرط الشكلي بعض أهل العلم يتساهل فيه، وذكرت لكم كابن رجب وغيره من أهل العلم. الأمر الثاني عرفنا أنها لها جانب موضوعي لا بد من تحققه، وذلك بأن يندرج تحت القاعدة فروع فقهية كثيرة، لا بد أن يكون كذلك.